جت الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح. يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. على إجابة صحيحة. أيوة. اللي بعده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ومن جوه يعلم الله. اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. اربط الحمار مطرح ما ما يقول صاحبه، ما يحب صاحبه او يقول صاحبه صح. اسأل مجرب ولا تسأل دكتور. ايه ايه دكتور دي بقى جت منين؟ طبيب. طبيب يا هند. ماشي دكتور طبيب يعني ما هي نفس الحاجه. احنا لسه لا ايه ده خلاص ايه ده عملت كام مثلا كمان. فرصه كمان فرصه كمان فرصه. طيب كمان. طب ما انا كويسه اهو. لا لا شطوره. عشمتني بالحلق لحد ما خرمت وداني حاجه كده. خرمت انا وداني تمام. جنه من غير ناس ما تنداس. برافو يا جماعه. ليه مش بنشجع هند؟ مش عارفه. اللي يشيل قربه مخرومه تكر عليه تكر على دماغه او تنزل. قالوا للحرام احلف. لا ما اعرفهاش ما اعرفهاش. قال جالك وساعدوني. لا لا قال جالك الفرج. ايه ده؟ قال جالك الفرج. لا ما اعرفهاش. كل برغوت ولا دي اعرفها. على قد ده على قد ده ايه؟ على قد دمه. ايوه سمعتها مره دي بس معلش. سمعتها دلوقتي غششوني دلوقتي. ايه ده جت يا ما. لا والله كويسه مش بطل. لا لا كويسه. لا لا كويسه. والحقيقه لعبه الامثال من الالعاب اللطيفه اللي بحبها. انا بحب الامثال عموما. حاسه انها كده بتلخص حاجات كتيره قوي. ايه من الامثال اللي بتستخدميها كتير؟ قالوا يا بابا وقتش نوليه شرفة؟ قالوا كي يموتوا كبار الحومة. ترجمة ترجمة. قالوا يا بابا امتى نبقى شرفة؟ قال له لما يموت يعني. كبار. لا شرف يعني ناس ناس اولاد ناس اكابر. لما يموت كبار الحته. لما يموتوا كبار الحوم. لا يعني المغزى من المثل اللي استخدمه يعني انت لو مش شريف من اولك عمرك ما هتبقى يعني اللي اصله بالظبط. على الاصل دور. لا قولي لنا مثل تاني. قرعه وتتباهى بشعر بنت خالتها. احنا عندنا بنت اختها. طيب هي شفت بنت يعني خالتها بنت اختها. دي بشعر على فكره اختها. هتلاقي اغلب الامثال موجودين في الاثنين. بس يعني الكلام هو اللي بيتغير. ايه تاني حاجه صعبه؟ استنى. هزها الواد وهي تقول العام صعبه. هزها الواد. احنا الوادي بنقوله واد. فهزها الواد هززها الواد يعني اخدها معاها الوادي وهي بتقول السنه صابه. صابه يعني المحصول هيبقى كويس. يعني هي مش واخده بالها ان الموضوع وحش بس هي شايفاه حلو. يعني سرقها السكينه. سرقها السكينه حاجه كده. كفايه بقى. لا 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 طب كمان واحد. لا كمان واحد يا هاني اجيبها. لا 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 اصل بتجيبي حاجات. عزوزه وشدت سارق دي بنقولها لما مثلا الست عجوز ومسكت حرامي. دي بنقولها في الناس اللي هي بتمسك في الحاجه ما تسيبش بقى يعني تقعد بقى تعيد وتزيد. عزوزه وشدت سارق. مش هتسيبه بقى. الموضوع مفتوح. لا لا حلو. احنا لازم نعمل تبادل حلقه. نعمل حلقه. انا هجيلك نعمل حلقه كامله عن الامثال.